بي قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يلملم قلقا تقلبني الهموم. سيد ابن رسول الله يتحسس معاناة الحسين، قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم من لي بيوم وغن يشب ضرامه ويشيب فوه الطيف منه فيهرم يلقى العجاج به الجران كأنه ليل وأطراف الأسنة أنجم فعسى أنال من التراث مواضيا تسدي عليهن الدهور وتلحم ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمل ضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلمون ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم طوح الحادي والضعايا أنهاج بحنينه ابويا زينب تنادي سفرة القشرة علي صاحت بكافلها
شديد العزم والباس شمر اردانك وانشره البيرق يا عب جلي اعاينها مصيبة شي بر ما ظلت نرجع بدولتنا المدي لا تهيجيني ولا يديه ايش بقلبك الخوف ما يروعني طعن الرماح وضرب لس وخي زينب بس طلبي من الله سلم لي هلج لاحمل على العسكر وذاكرهم بابو كفو نعمة صاحت عرفك بالحروب يا اخوي واف قطع الزند هذا الذي من مخاف اليوم بمعزة وبعدكم ما ادري شواف يا هل يرد الخيل لو هجمت علي هلت دموع العين من حاد الظعن صاح عباس قايدها وحادي الطرب بهالحال وهي تصيح عزي يا خلق راح وحسين قدام الضعان يمشي بسكين